صباح الخير لكل المشاهدين. أكيد صرتوا تعرفوا عن البوما هانبل ريس، بس اليوم أنا رح كمان زيد على معلوماتكم، زيد على الناس اللي بعدهم عم بيتسائلوا شو معقول يكون البوما هانبل ريس. رح فرجيكم هلأ تي في كوميرشال بيفرجيكم مشاهد من هذيك السنة، شو هو طبيعة السبق. أكيد لما تحضروه رح تقريبا تفهموا شو نوعية السبق اللي رح يكون ب 30 أغسطس مباشرة على الام تي في بدعم مباشر من قيادة الجيش أكيد ومن فوج مغوير البحر. خلينا نحضر سوا تي في كوميرشال. After the great success of Hannibal Race 2014, this year, Puma Hannibal Race 2015 comes with three different distances. Hannibal Speed 7 kilometers plus 15 obstacles, Hannibal Endurance 13 kilometers plus 30 obstacles, Junior Hannibal 12 to 15 years old, 3 kilometers plus 10 obstacles. Puma Hannibal Race 2015 on Sunday, August 30th at Zarur Club, 8 a.m. sharp. Tickets available at Virgin Ticketing Box Office, Puma stores and crep away. Be prepared. The battle is near. بنفس الإطار ما تنسوا تعملوا لي فولو على انستغرام على أمين أم ديب، البرايفت بيج تبعيتي على فيسبوك على أمين ديب فان بيج، كرمال تشوفوا ال 28 اكسرسايزز ماينس 28 اكسرسايزز. صرنا اليوم نحن بنهار 16، يعني بعد عنا تقريبا 14 دايز بيفور ذا ريس. كل يوم عم بعطيكم انسبيريشنال شوت كرمال تقدروا تحضروا حالكم نفسيا ومعنويا وكمان جسديا لهذا السبق المميز اللي رح يضيف شغله كثير حلوه على الرياضه بلبنان وبالعالم العربي. بالاطار الثاني اليوم رح نكون عم نحكي لاجز ورك اوت، بما انه الاثنين انا دائما بحب بلش دائما باني اشتغل له قربة. هذه الحلقه رح تكون مهديه لجويس كلوي اوريان اللي عم تحضرني هلا اكيد، يلي هي ساكنه بباريس ولكن هلا هي بلبنان. خلينا نشتغل سوا شويه اكسرسايزز. رح بلش انا بالبادي ويت. كثير من الاكسسوارز ما بكون عندكم اياها بالبيت، ولكن مش مهم لما نعرف نحن نطوع جسمنا كمان نقدر نشتغل على الحركات اللي ممكن نعملها. رح بلش من هون. الوضعيه اللي بنبلش فيها قبل كل حركه مهمه جدا، اذا ببلش بوضعيه مانا مضبوطه وماني ثابت مش حقدر كمل حركه بطريقه صحيحه. من هون بادي ويت لقدام نفس الاجر، رح روح لونج سيم لاج لفوق، رح ارجع فيها لورا، تاتش لقدام تاتش لورا. اهم شيء وضعيه الجسم تكون صحيحه. اجين ستيب لقدام، ما بخلي ركبتي تقطع اصابع الاجرين. باك لورا ستيب لورا كمان لقدام، اب وان مور تايم فورورد لقدام، سويتش لورا. ناو بغير اجر، باخذ نفس عميق، بنتقل نفس الاجر عم بعمل فيها الحركه العكس دغري، عم بعمل ستيب لقدام، عم برجع لورا، اعمل ستيب لورا. من هون باخذ نفس عميق، دائما لازم تكون معدتي مشدوده. ليتس جو لقدام، سويتش باك بالانس لقدام، كمان سويتش لورا باك سويتش لقدام، تاتش لهون باك لورا. بعد عندي مرتين لقدام مرتين لورا، دائما جسمي جالس، كمان لورا وان مور بالانس لورا لاست تايم جريت. باخذ نفس عميق لروح الحركه جويس اسمها سكيتر واتش مي ناو. من هون رح اعملها هيك ليكون وجهي مواجهه لهون، رح روح لتحت انزل سويتش لتاني ميل، كمان ركبي ما لازم تقطع اصابع الاجرين، سويتش لورا سويتش لتاني ميل، معدي مشدوده سويتش بيرفكت سويتش. رح اعملها لتاني ميل كمان من هون، شوفيني من غير زاويه داون سويتش ات كمان فور مور ذاتس 1 2 3 اند 4 جريت على مهلي. ننتقل لحركه ثانيه، رح اعمل سكواتس على الستيب، اجري شوي واسعين شوي لبرا
بدي أعمل شوي أو ببوزيشن وايد أكتر من عادة ما بعمل أنا، لح يكون معي external stimulus اللي هي الكاتل بالي اللي شايفينها، منا وزن ثقيل لكتير من الناس، ولكن بالمحل الثاني هذا يعتبر وزن ثقيل لكتير من الناس. من هون داون اند اب لتحت، اب لفوق مع تلت بهالمنطقة، بعمل تلتنج بهالمنطقة القدام، and I go more. That's two. Three. Four. Five. Six. Seven. مع تلت القدام بمنطقة الحوض. Eight. Nine and ten. One more time. Up لفوق. Perfect. بشتغل على الحركة على مهلي. الوزن الثقيل مش هو دايما العامل يلي بيكون مؤثر على الحركة. خلينا نروح على كابز، مهم تشتغلوا عليهم صبايا. No weight added. من هون اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وعشرة. بيرفكت. قديش بدي دلني عيد وشدد على انه الناس اللي بيتمرنوا ببيوتهم مهم كثير يكون عندهم اكسسوارز. اكسسوارز رح يعطونا الترناتيفز، رح يعطونا خيارات نقدر نعدد الحركات تبعولنا مثل الايكولايزر. صحيح انه هالحركه في اعملها بلا ايكولايزر، ولكن كمان اذا كان عندي الايكولايزر هذا البرودكت كثير حلو موجود عندنا لازم دائما نكون عم نستعملها. رح اعمله هلا، رح اعمل انا فورورد ستيشنري لانجز، مره يمين مره شمال، رح كون في بايد الايكولايزر. كل مره بنزل لتحت رح كون عم بعمل اوفر هيد بريس بالايكولايزر. واتش مي ناو. من هون ليتس دو ات لتحت بنفس الوقت. تو فيكم تستعملوا دمبلز جويس، فيك تحطي دمبلز او فيك بلا دمبلز بايديك. 3 4 5 6 7 8 9. perfect. and 10. برجع بطلع شوي شوي. بكل بساطة فيك تحطي 2 dumbbells بإيديك. الوزن اكيد مهم مشان هيك، ولكن مهم يكون حسب الفيزيكال كابابيلتي تبعيتك ما تحملي وزن اتقل من ما لازم تحملي. خليني ارجع استعمل ستيب، رح اعمل ستيب اب من هون، حطيتها قريبه للحيط. اذا بقى حيالله محل يو ار اوت اوف بالانس دغري بتحطي ايدك. مشان هيك اليوم قديش عالي البنش، إذا عم تعمليها على درجة على ستيب أو على بنش مهم كتير ليحدد كيف بدك تشتغلي. بلش بإجري اليمين من هون and I step up، بنزل لتحت 2 3. landing رح تكون مهمة جدا، رح فرجي طريقة كتير خاطئة باللاندنج. إذا بنزل بكون عم بأذي حالي، مشان هيك اللاندنج تبعي بده يكون أنا عم بنزل طلعوا بإجري من تحت، بده يكون أول شيء توز بول هيلز، يعني بدي اول شيء الاصابع بطن الاجر وبعدين الكعب، وبده ينزلوا بطريقه كثير سموث. رح كمل 4 5 6 7 8 9 and 10 and 10. بعمل سويتش من هون and I go. رح اكون اخر حركه لليوم، واحد اثنين
ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية بالانس تسعة وعشرة. Yes, that's the spirit. فكرت بتتجدد بكرة أو نهار الأربعاء بنفس الوقت. Eat right next, get fit, stay fit.